أحسن الله إليكم. يقول هذا السائل الشيخ صالح: هل يشهد للرجل بالإيمان بمجرد اعتياده المساجد كما جاء في الحديث؟ نعم، جاء في الحديث: إذا رأيتم الرجل يعتاد المساجد فاشهدوا له بالإيمان. الحديث وإن كان ضعيفا لكن في الآية ما يدل عليه، قوله تعالى: إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. نعم.